أهلا من جديد مشاهدينا، نواصل مدنا برفقتكم. تتواصل محطاتنا فقراتنا المباشرة. ابتدرنا مساحاتنا وتقاريرنا الصباحية بالعافية وصحة المشاهد. في صباح الشروق تتنوع فقراتنا، لكن الهم المشترك هو المشاهد الكريم، فائدة المشاهد الكريم، صحة المشاهد الكريم. لذلك في كل مرة نحاول أن نوازن ما بين الضيوف داخل الاستوديو ما بين محطات خارجية حتى أنه نقيف على أرض الواقع. مساحة عافية الآن على الهواء مشاهدينا، نتعرف ومن ثم نعود. نلتقي في فقرة عافية. أنا دكتور أم القرى عثمان محمد الأمين، اختصاصي العلاج الطبيعي بمجمع سفانة للعلاج الطبيعي والتأهيل. في الفقرة دي هنتكلم عن العلاج الطبيعي ومرضى السكري والقلب. السكري مرض شائع جدا جدا بالنسبة لنا، وحتى بقت فيه يعني بالنسبة لنا مضاعفات كثيرة جدا بتحصل لمرضى السكري، وخاصة إنه بيكون دائما أوزانهم ثقيلة. وبالنهاية في العلاج الطبيعي نحن ممكن نقدم لهم النصائح المحددة اللي ممكن تفيده في بالنسبة لهم في حياته. طيب مرضى السكري، أول حاجة العلاج الطبيعي بالنسبة لمريض السكري بيتكون في تمارين علاجية معينة. التمارين دي بتزيد من سريان الدورة الدموية وتنظيم الكوليسترول والهيبوهيدرات في الدم، وكذلك نسبة الأكسجين في الدم. معظم المرضى اللي بيجونا في العلاج الطبيعي لناس السكري بيكون يا إما في مشاكل على مستوى الأقدام، في مفاصل الركبه والكاحل، بيكون في ورم في الارجل. عموما دورنا في العلاج الطبيعي انه يقل الالم على مستوى عظام الحوض والارجل، ويقل الورم الحاصل او الوزمه الموجوده في الاقدام والارجل. في جهاز معين او تيار كهربائي معين بيقلل من كميه الماء بين الخلايا، او قد تقليل الوزمه الموجوده في الارجل دي. وبالتالي كل ما عملنا التمارين بصورة أفضل أو بصورة متدخلة بصورة سريعة بيصل لنا المريض بنتيجة أفضل. مثلا عندنا قدم السكري، وده مرض شائع جدا جدا، اللي هي التقرحات أو أي إصابة بجروح بالنسبة للقدم للمريض بتاع السكري. بيكون في تأخر في التئام الجرح، فدورنا في العلاج الطبيعي يوجد جهاز اسمه الشوك ويف أو الموجة التصادمية، بيتعمل حوالين الجرح أو في حواف الجرح. بالنسبة لنا الجهاز ده بيزود الدورة الدموية، الدم لما يجي المنطقة المصابة بيشيل معاه الأكسجين، الفيتامينات أو المواد المعينة اللي بتساعد على الالتئام، فبالتالي الجرح ده بيبدأ يلف في المعدة بصورة أسرع. وكذلك بعض التمارين المعينة اللي بتسهل من جريان الدورة الدموية، وبالتالي المريض في فترة معينة هيبدأ يصعب عليه التحسن. أصلاً ما هتكون فترة قليلة، داير زمن معين، فبالتالي إحنا هنقدم له الخدمة دي من ناحية العلاج الطبيعي. اغلب مرضى السكري بعد المضاعفات اللي بتحصل لهم ان مشاكل في القلب، فاحنا بنعتبرهم مرضى السكري والقلب في وقت واحد. مريض القلب نحن بالنسبه لنا دورنا اهم حاجه يكون في حميه غذائيه معينه، قليله الدهون، قليله السكريات، قليله الكربوهيدرات. بالنسبه لنا المريض يتبع الحميه الغذائيه المعينه دي، وبعد ذلك يتبع التمارين العلاجيه المعينه اللي بتقلل من كميه الكربوهيدرات في الجسم، وبالتالي بتزود او تسرع الدوره الدمويه وتحسن الجهاز التنفسي. فاهم حاجه انا بنصح اي مريض قلب او مريض سكري انه يخصص من زمنه ان شاء الله 30 دقيقه في اليوم مشي او تمارين بسيطه يقدر عليها المريض، بحيث انها بتقلل من بعض المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا، وتمنع بعض الحاجات اللي ممكن تحصل مثلا زي الجلطات بالنسبه لمرضى القلب او انقفال الشرايين. بعض المرضى بيجونا بعد ما تحصل المشاكل دي، دورنا بيكون شنو؟ انه نحاول نقلل من كميه المضاعفات اللي ممكن تحصل بتمارين معينه، ياخذ المريض كجلسات علاجيه ونتابع معاه. وانا انصح اي مريض سكري او قلب بالحركه ثم الحركه ثم الحركه، عشان ان شاء الله يحافظ على وضعه وصحته بصوره جيده.